ما لم يفهمه ستيفن هاوكينغ أن الثقالة والمادة السوداء لم تنشأ عن الانفجار، بل نشأ الانفجار فيها. وقولنا هذا نعبر عنه بظن أحدهم أنه فجأة ظهرت نطفة امتزجت فيها بويضة فانفجرت انفجارا جينيا مذهلا، وصارت مضغة وعلقة، ثم صارت جنينا، ثم ظهر الرحم، ثم ظهرت الأم، ثم ظهر الأب، ثم ولد الطفل. هذا كلام غير منطقي. الرحم سابق وعليه المادة السوداء التي هي 90% من طاقة الكون منها، ومنها قوة الثقالة سابقة للانفجار العظيم، جعلها في ظلمات ثلاث، فيها طبق ثلاث طبقات، طبعا قطرها 300 مليون سنة ضوئية، هي تعني العدم. وكان خلق الله نورا ثم أعدم بعض ذلك النور بطاقة من الطاقات النورانية، صار أسودا، ثم ضغطه جعل عليه ثلاث طبقات، بين كل طبقة وطبقة مليون سنة ضوئية، وهو العدم المعدم. والبوابات التي تظهر هي الثقوب السوداء. النجم النيوتروني عندما ينفجر، النجم عندما يموت يتحول لمستعر عظيم أو نجم نيوتروني، ثم قالوا يتحول لثقب أسود. لا يتحول لثقب أسود، إنما يبتلعه ثقب أسود. الثقب الأسود هو مثل حركة الخضر عندما جلب عرش بلقيس، فالخضر واقف بجانب سليمان، مد يده سحب العرش. فعليه عندما يموت نجم يظهر الثقب الأسود أوله في ظاهر الكون. أينشتاين قال يبتلعها ويبتلع الزمن وتسافر في الزمن، لا ليس صحيحا، إنما ينقل إلى مقبرة النجوم والمجرات. عندما ينتهي دور مجرة أو نجم يلقى في المقبرة، وهي في الطبقة الثانية الوسطى في المادة السوداء التي تزاحمها يفوق النجوم النيوترونية ويفوق النجوم الهيكزونية. مثلا نجم نيتروني، الأرض عندما تحول لنجم نيتروني يكون حجمها 2 سنتيمتر، عندما تحول إلى نجم هيكزوني هو طبعا نظرية ما زالت، يتحول إلى حجم مجموعة ذرات. ولكن هذا الانسحاق الموجود يجعل أن المليمتر من تلك المادة بمليارات مليارات مليارات الأطنان، ما لا يتخيل عقلك. لو أن قطعة صغيرة من ذلك العالم، من ذلك تلك المادة، سقطت على هذا الكون لدمرته كله. تخيل الطاقة التي فيه، وعليه ملك لو شاء لعجنها كالعجينة. ثم يخرج لك شخص في كويكب صغير حجمه حقير، ثم يتحدى رب العالمين ويقول أنا ربكم الأعلى. أي تعلموا ما الذي يفعل هؤلاء الحمقى اليوم عندما أعطاهم الله بعض السفن والطائرات وبعض الأسلحة النووية التي لا تساوي عطسة نجم من النجوم. ثم نجم اكتشفوه في مجرة درب التبانة حجمه 4.5 مليار مرة حجم كوكب الشمس، ما بالك في المجرات الأبعد بالنجوم الأقدم. النجوم الأقدم كانت النجم بحجم عنقود من المجرات. المهم، وهذا كله، هذه 300 مليون سنة ضوئية وما فوقها ذرة أمام المادة، أمام السماء الثانية. طبعا السماوات العلا هي هرمية، 7 سماوات انطباقا، والأخرى دائرية. هنا تأتي إلى العين والدائرة، رمز الهرم ورمز العين والدائرة، العين والهرم عند الماسونية، وعلاقة ذلك بالدجال وعلاقة ذلك بالمهدي. هذه أسرار أخرى كانت الحضارات القديمة تعرفها. وعليه المادة السوداء سابقة، وضمنها تم تفعيل هذا التفجير العظيم الذي ولد هذه المادة، ولد العالمين. وهذا ما لم يفهمه علماء فيزياء الكون، يحتاج ذلك إلى كشف من العظيم الحليم. وعندما نتكلم عن الكشف، نتكلم عن هذه المسائل والذين يعاندونها، قلنا لهم الله يقول سرعة عين التي ينظر بها، ولكن نزيدهم. من الذي علم أينشتاين أن سرعة الضوء هي تلك السرعة؟ هل عدا مع الضوء؟ هل جرب على الضوء؟ لم يكن يعرف. حتى بعض البوستيلات أينشتاين، بعض نظريات أينشتاين غير قابل للتطبيق. من الذي علم نيكولا تسلا استخدام طاقة الأثير وغير ذلك؟ الله علمه وألهمه، ألهم المؤمن وألهم الكافر لحكمة عنده. هو يمد بني إسرائيل، أمددناكم بأموال وبنين، هؤلاء أعداء الله أمددناك، يرسل الأنبياء، قفينا من بعده بالرسل، وأرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يرسل أيضا، ولله الأمر كله ومنه العلم كله جل في علاه.